أخبار اليوم. استاذ بهري ديودار مؤلف مسلسل الميزان، بنرحب بحضرتك بقوه اخبار اليوم وبنقول لك الف مبروك على المسلسل. كنا عايزين نعرف الملامح العامه بتاعه دراما المسلسل ايه. احنا عملية يعني ينتمي الى نوع الدراما التشويق والجريمه، ده الاطار العام، لكن جوه هذا المسلسل بنناقش قضايا كتير جدا جوه خطوط دراميه، منها الاجتماعي ومنها الرومانسي ومنها السياسي و شتى انواع الدراما جوه هذا الاطار البوليسي او التشويقي. المسلسلات ذات الاطار التشويقي بدات تنتشر بشكل كبير في دراما رمضان، وبدا يبقى طابع الاكشن نفسه اكشن اجنبي، مش الاكشن اللي تعودنا عليه مثلا من افلام زي فريد شوقي او غيره من افلام او نوع الاكشن نفسه. ده كتابته، يعني انا عارف ان كتابته بتبقى اسهل، هتكتب معركه وهم اللي هيطلع عينيهم. يعني انا بالنسبه لي بيبقى اللي موجود في المسلسل، ما انت ما بيبقاش عندك 50 معركه، لكن انت بيبقى عندك واحده او اثنين، ودي بتبقى شغلانه المخرج. الفرق اللي حصل انه دراما الاكشن والتشويق تنفيذيا اتطورت، ما انت كمان اتفرج على الاكشن بتاع هوليود ايام الله يرحمه الاستاذ فريد شوقي، هتلاقيه برضو غير دلوقتي خالص. هو حصل تطور، التقنيات في مصر اتحسنت كويس قوي في السبع ثمان سنين اللي فاتوا، يعني فعلا بقى تنفيذيا انت تقدر تعمل، ما كناش بنقدر نعمل ده قبل كده، تقدر تعمل مشاهد اكشن ومشاهد ساسبنس وبتاع بتقنيات تنافس المستوى العالمي. مستوى المسلسل ودخوله دراما رمضان ده بيحمل عبء اكبر على فريق العمل، وخصوصا السكريبت. يعني هل السكريبت تم عليه تعديل كم مره؟ وعايزين نعرف كمان في حاجات معينه تعدلت بعينها، في شخصيات دخلت، في شخصيات خرجت. بص، المسلسل كان مكتوب من قبل ما نقعد نشتغل عليه، كنت خلص ال 30 حلقه، والشغل اللي بعد كده كان كله على التعديلات، وبالتالي ما كانش عندنا مشكله. يعني نحمد الله ان السنه دي ما كانش عندنا مشكله رمضان زي معظم الزملاء اللي بتدخل، انت بتدخل تصور ومعاك نص المسلسل والكتابه شغاله والتصوير شغال، وده موضوع صعب جدا وبيمثل ضغط على كل الناس اللي بتشتغل. لكن تعديلات تخص طلبات معينه الدراما الرمضانيه عموما بيبقى فيها نوع من انواع التنافس كبير. شايف الميزان هيبقى فين؟ شايفه في مكان كويس ان شاء الله. يعني انا بثق في المتفرج المصري، انا عندي تجربتين قبل كده مع المتفرج المصري، كلا التجربتين قبل ما يتعرضوا ما كانتش الناس معوله على انهم يحققوا كتير. حكايات بنات لما نزل 2012 وحق ميت السنه اللي فاتت، والحمد لله اتوفقنا في الاثنين. انا يعني بثق في ان المتفرج اذا شاف المسلسل ولقى حاجه كويسه بينتمي له وبيكمل معاه. بارك لك على المسلسل، بنقول لك الف مبروك. اشكرك شاكر جدا.